اليوم هذه الوقفة هون من أجل نعبر الوزارة ونعبر للدولة ونعبر للحكومة على أننا رافضين ذا التقويم. هذو المرسومين الجائرين رافضينهم نهائيا، مرسوم التقويم ومرسوم لجان التسيير، وبما يتعلق بالافتتاح هم اللي رافضينه بشكل نهائي بالصيغة اللي هي. سمعت لو جينا هون وعدنا وقفة هون قدام الوزارة، وهما مشاو لنا بوليس هون متباكين معانا يكدفرونا ويقبضوا تلفوناتنا، هذا ما هو صالح به الحال. ما شاء الله منهم اليوم خضنا، ما هي نعدل وقفه سلميه قدام وزارتنا الوصيه علينا، ما احنا معدرين شي خاسر ابدا، ولا اول جايبنا اصلا قاعبين اللي في الحقيقه احنا هم اللي يلاتنا نعدوا كافلين القانون ونعرفوه الحمد لله. ولين جينا هون قامت علينا الشرطه ما خلتنا قاع نوفوا ذلك كنا له نقولوا، احنا لا جايين عندنا هون قدر من المراسيم مديورين علينا في الحقيقه ما لابد لنا منهم، ولا عندنا قاع لهم شو رافضينهم بتاتا جمله وتفصيلا، ولا ندورهم يعودوا مثلا خالقين قاع، وتو ندورهم يلتقاوا قاع من يلتقاوا هذه المراسيم ولا يعودوا خالقين، واحد منهم مرسوم لتقويم المعلم لا هي يرتد المعلم لتقويم جديد، فات وقوموا فات وخض وفات عاد قراي ماله لعد قاع بها في 20 سنه و30 واللي فيها اللي مرتلت عاد قاع. الحمد لله على السلامه ولا عندنا اي مشكله سويش. الثاني عندنا قانون اخر هم اللي دايرين علينا مرسوم تسيير المدرسه، المدرسه عاد تعود عندها هيئه تسيرها من دون مدير، كان المدير قاع عاد لا وجود وشرفي ما عنده قيمه سويش. وعندنا يوصل من المطالب في الحقيقه والله الا نبقى يرتد لنا اعتبار مادي ومعنوي في الحقيقه فاقدين من طرف وزارتنا هذه.